عليكم. ده لزج 5 سنتي وده لزج 2 سنتي، هما اللي دول هنشتغل بيهم النهارده عشان نعمل ديكور حلو، يعني نعمل ديكور شبه الحصيره كده. تمام، احنا عملنا كتير ديكور نسيجي ولكن ديكور ده مختلف. هنبدا من بدايه الحيطه بتاعتنا، زاويه الحيطه كده. تمام، وهنلزق اللزق. تمام بالشكل ده، هاخد لزق من 5 سنتي وبعد كده هاخد على طول بعده. تمام، لزق اللي هو 2 سنتي وهكمل برضو اللزق 5 سنتي. طيب يا جماعه، نسيت اقول لكم ان الارضيه دي لونها ابيض، دهان لامع، يعني الدهان ده لامع مش مطفي، لان النهارده عايزين الدهان بتاعنا لامع. طيب هنعمل ايه علشان نتجنب ان اللامع يخلع معانا؟ لو دهنت الدهان بتاعك اللامع سيبه على الاقل يوم كامل وبعدين اشتغل عليه، ان شاء الله مش هيخلع، تكون نوعيه الدهان كويسه، تكون نوعيه التاسيس اللي تحته برضه تكون كويسه. نبدا نشيل اللزق ال 2 سنتي، وممكن نخليه كده على جنب علشان ممكن نستخدمه تاني. يعني بعد ما خلصنا يا جماعه بالطول، هنبدا بالعرض بالزاويه دي كده زي ما انتم شايفين. تمام، وهنبدا نلزق اول واحده كده. بعد ما لزقنا يا جماعه هنبدا الخطوه الجايه، هنفرغ بعض الاشكال من اللزق بتاعنا. طيب هنفرغ ازاي؟ هنلاحظ ان في حتت كده، تمام، بين اللزق ده واللزق ده زي حتت كده جايه بالطول كده اللي انا بشاور عليها دي. تمام، هنعلمها بالقلم كده علشان نشوف حته زي دي زي دي. تمام، ونازله ماشيه بزاويه، يعني اشكال انا احدد الاشكال اللي هي بالطول. تمام، دول اللي انا حددتهم، دول هبدا باستخدام الكتر ان انا ايه افرغهم. لما قطعنا اول واحده يا جماعه، الخطوه دي يعني عايزه تركيز شويه عشان ما انتهش. تمام، هنلاحظ ان في واحده بالعرض. طيب احنا قطعنا واحده بالطول، هل نقطع واحده بالعرض كده؟ لا، كده الديكور بتاعنا هيبوظ. فاحنا هنسيب اول واحده بالعرض اللي هي الملاصقه اللي قطعناها اللي هي دي كده. تمام، وهنقطع اللي بعدها على طول، اللي بعدها على طول هتكون دي. تمام، هتكون دي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنقطع دي كده. تمام، اللي انا بعلم عليها دي كده. تمام، يستحسن ان انت تعمل زي ما انا بعمل كده، اتعلم ان انت تقطعه علشان ما تتوهش انت وشغال. بالشكل ده، فهنبدا نقطع دول. بعد ما خدنا يا جماعه اللي هي الثانيه بالعرض، خدنا طبعا كده اول واحده كده. تمام، خدنا الثانيه كده. طيب هناخد الثالثه ازاي؟ في واحده هنا بالطول، ولكن لو خدناها الشكل يفتح على بعضه كده، الديكور بتاعنا باظ. فهنسيب دي كده وناخد اللي تحتها اللي هي دي، يعني هنعلم دي كده بالقلم بتاعنا زي ما اتفقنا من بدايه الديكور باستخدام الكتر. تمام، وهنمشي بالكلام ده يا جماعه في الديكور كله عشان نوفر بس الوقت. انا هكمل تفريغ الديكور بالكامل وبعد كده هرجع لكم عشان نشوف الخطوه اللي بعد كده.
بعد كده يا جماعه هناخد دهان ابيض لامع، بلاستيك لامع، احنا بنقول عليه بلاستيك لامع، تمام. بعدين هنضيف عليه مركز اسود زي ده، تمام. هناخد يا جماعه الاسود اللي احنا حضرناه وهنبدا ندهن المساحات البيضاء اللي هي هنا دي، تمام. كل المساحات البيضاء مكان التفريغ اللي احنا فرغناه هنبدا ندهنها باللون الاسود. مع ما شلنا اللزق، تمام، هنبدا ناخد لزق هو هو الخمسة سنتي اللي كنا شغالين بيه، تمام، وهنلزق بين اي شكلين بالطريقه دي، تمام. وبعد كده هناخد اي شكل يعني مستوي كمسطره مثلا او قطعه الستيل دي او اي حاجه. بالمناسبه في ديكورات عاملينها بالستيل تحفه، هسيبها لكم هنا كده ما تنسوش تبصوا عليها. هنبدا ناخد قطعه الستيل او المسطره بتاعتنا وهنثبتها كده على دي ودي، تمام. هينتج عنها الخط ده هنوصله، حلو، زي ما حضراتكم شايفين هنا نفس الحكاية، تمام؟ كده. بعد كده يا جماعة هناخد قطعة كرتون، أي قطعة كرتون متوفرة عندك، وهتاخد قطعة اللزق دي كده، وهتقوم لازقها هنا كده، وهتبدأ تاخد مقص، وهتبدأ تفرغ قطعة اللزق بتاعتك. شويه الاسود اللي دهنا بيهم هنا هناخدهم هم هم، تمام، ممكن نخفهم شويه بس ونحطهم كده في المسدس بتاعنا علشان نبدا خطوه التظليل. طيب خطوه التظليل هنستخدم فيها الصمبه اللي احنا كنا بنعملها من شويه اللي هي دي، تمام. هنثبت الصمبه كده يا جماعه بحيث تكون متحزيه كده وكده، تمام. وهنظلل فين؟ هنظلل هنا في المنطقه دي وهنا. نبدا ناخد ظل هنا كده يا جماعه، تمام، وظل الناحيه الثانيه كده، تمام. وهنخلص الاشكال كلها اللي جايه بالطول، وبعد كده هنشتغل في الاشكال اللي جايه بالعرض علشان ما نتلخبطش. خلصنا الصف ده بالطول يا جماعه، هنبدا ناخد الصف اللي فوق، تمام. احنا عندنا اربع صفوف فوق تقريبا وثلاثة تحت يعني، فهنخلص الصفوف كلها اللي جاية بالطول، وبعد كده هندخل علشان نظلل الصفوف اللي هي جاية بالعرض. خلينا نبدأ كده ونقول بسم الله. التظليل الاول بدات ملامح الشكل بتاعنا تظهر الحمد لله. علشان الشكل بتاعنا كله يظهر ويبان الشكل الجمالي فعلا للشكل، هناخد الاسطمبه ونبدا نظلل الاشكال اللي جايه بالعرض. طبعا الاسطمبه عليها اللزق الناحيه دي،
احنا لا هنقلبها كده تمام، هتبدا تمشي بالظبط كده مع الشكل بتاعك، فانت هتظلل في المنطقه دي وهظلل في المنطقه دي تمام. هنبدا بسم الله، وهناخد صف صف برضو زي ما عملنا في الاشكال بالطول، هنعمل في الاشكال بالعرض علشان ما نتلخبطش. خد يا جماعه عشان المرحله الجايه ناخد الجليز، ده اسمه جليز، جليز تمام، دهان ديكور زيتي تمام، جليز حلو. هات الجليز شكله من جوه كده تمام، يعني البريق تعبانه شويه لها فتره عندنا، هناخد شويه كده وهنخففه بالنفطه يا جماعه. هنبدا نضيف عليه مركز لون اسود، احنا عايزين نعمل اللون بتاعنا رمادي. بعد ما حضرنا الجليز بتاعنا هناخد رولة تمام، اي رولة عادية عندنا، وهنبدأ ندهن المساحة اللي احنا عملناها كلها. طبعا شوية صغيرين دول هيكفوا المساحة اللي عندي لان الدهان جليز بيفرد. طيب لو عندكش جليز ممكن تشتغل كبديل يعني بالالوان الزيتية، مفيش عندك اي مشاكل. الوان زيتية اقصد بيها الوان الرسم الزيتي اللي بيترسم بها اللوحات. هادينا يا جماعه وهرجع امس، يعني ايه امس؟ يعني اخلي المساحه بتاعتي كلها متساويه واخده نفس القدر من الدهان، لان ده دهان شفاف، فممكن تكون مناطق عندك واخده اكتر من مناطق، ولكن احنا هندهن ونرجع نمس، يعني هنساوي الدهان اللي واخداه كل منطقه. بعد كده هناخد اي فرشه قديمه زي دي يا جماعه تكون خشنه يعني تمام، وهنبدا في الاشكال بتاعتنا نعمل شكل تمشيط بالشكل ده. بعد ما خلصنا يا جماعه الاشكال بالطول هنبدا نعمل تاثير تمشيط ده في الاشكال بالعرض، وهتخلي ايدك خفيفه في النهايه يعني عشان ايه ما نلخبطش الدنيا في بعضها. يعني اشتغلنا الطول بسرعة تمام، فهنشتغل في الأشكال بالعرض بحرص شوية يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، علشان يعطي تأثير تمشيط الجميل، يعني بيضيف لمسة زيادة على الديكور.